تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فإن المتقرر عند أهل الإسلام أن الشرع الحكيم جاء لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، مصالح الدنيا ومصالح الدين. وقد ذكر علماء أصول الفقه أن هذه المصالح ترجع إلى كليات خمس، وهي التي تسمى في أصول الفقه بالضروريات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. والناظر لأضرار المخدرات وآثارها السيئة يرى أنها قد أضرت بصاحبها من هذه الجهات الخمسة. فأما من جهة الدين فإن متعاطي المخدرات لا يبالي بأحكام دينه، فهو مضيع لما أوجبه الله عليه من واجبات وما أمره به من الطاعات، فلا يخاف الله تعالى ولا يتقيه في نفسه، لا في نفسه ولا في أهل بيته ولا في أحد من المسلمين. وأما من حيث النفس فإن متعاطي المخدرات قد أهلك بدنه وأفسد صحته، وذلك لما هو معلوم أن للمخدرات تأثيراً كبيراً في صحة المدمن، والتي قد تفضي به إلى الهلاك أو ما يقاربه. وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً. وأما من حيث العقل فالمخدرات تغيب عقل الإنسان، بل هي مذهبة له، تجعل العاقل كالمجنون، وتفسد مناط التكليف الشرعي وهو العقل الذي كرم الله به الإنسان وميزه به عن سائر الحيوان. وأما من حيث المال فالمخدرات مضيعة للمال، ينفقه صاحبه فيما لا ينفعه بل فيما يضره. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأما من حيث العرض فلما هو معلوم من أن المدمن تذهب عزته ويضيع شرفه وعرضه في مقابل الحصول على جرعة من المخدرات والعياذ بالله تعالى. فالمخدرات محرمة في دين الله، لا يشك في تحريمها أحد، ولا يمكن أن يختلف فيها الفقهاء، ويمكن أن نلخص بعضاً من أدلة تحريمها فيما يلي: أولاً، قول الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن المخدرات من جملة الخبائث، فتدخل في عموم التحريم. ثانياً، قول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمخدرات بلا ريب هي رجس من عمل الشيطان فيجب اجتنابها، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث، وذلك لما تفضي إليه من المفاسد. وهذا المعنى موجود بلا شك في المخدرات، فتكون محرمة كما حرم الخمر. ثالثاً، قول الله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ومما لا شك فيه أن المتعاطي للمخدرات قد ألقى بنفسه إلى الهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. رابعاً، عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، نهى عن كل مسكر ومفتر. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. والمفتر هو المخدر، لأنه يورث الفتور في البدن. خامساً، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكراً بخست صلاته 40 صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل النار. ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه، يعني هذا المسكر أو المخدر إذا أعطاه الرجل لرجل لطفل صغير لا يعرف الحلال والحرام ولا يعرف ما يضره ولا ينفعه، ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال. الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وهذا وعيد شديد يدل على أن الخمر والمخدرات من كبائر الذنوب، لأنه لا يتوعد إلا على الكبيرة، وإنما كانت من كبائر الذنوب لما يترتب عليها من أضرار وأخطار وآثار جسام على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع. وإليكم بعضاً من أضرار المخدرات عافانا الله وإياكم منها. فمن ذلك غياب العقل وانخفاض معدل الإدراك والكفاءة الذهنية، حيث يحدث للمدمن التهابات في خلايا المخ مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة والهلوسة. ومن أضرارها البدنية حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي وتليف الكبد وضعف المناعة وزيادة نسبة السكر وضعف السمع والبصر واضطراب في القلب، مما قد يسبب انفجار الشرايين والموت المفاجئ والعياذ بالله. وللمخدرات أضرار نفسية، حيث تسبب لصاحبها الشعور بالقلق الدائم والتوتر المستمر وحدة المزاج والانفعال الدائم
الذي قد يصل بالمتعاطي إلى الانتحار والعياذ بالله تعالى. كما أن للمخدرات أضراراً مالية، حيث تستنزف دخل المدمن ودخل أسرته، بل ربما وصل الحال إلى أنه يسرق بعض متعلقات المنزل للحصول على جرعة المخدر، مما يؤدي إلى تردي الوضع الاقتصادي للفرد والأسرة، هذا فضلاً عما تنفقه الحكومات في سبيل مكافحة المخدرات. وللمخدرات أيضاً أضرار أخرى، منها الانهيار الأخلاقي وارتفاع معدل الجريمة وتفشي جرائم العنف، ومنها زيادة معدل حوادث السير بسبب ضعف التركيز عند قيادة السيارة، ومنها زيادة الأمراض المعدية والأوبئة الفتاكة نتيجة تبادل الحقن مع أشخاص يحملون تلك الأمراض، ومنها التفكك الأسري وكثرة الخلافات الزوجية التي قد تصل إلى الطلاق، ومنها ولادة أطفال بتشوهات خلقية نتيجة لتعاطي الأم الحامل، وقد تسبب الإجهاض أحياناً، ومنها تسرب الطلاب من المدارس، ومنها رفض القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية والعادات العائلية والمجتمعية، ومنها أيضاً فقدان الشعور بالذنب عند الإساءة إلى الآخرين، ومنها انتشار البطالة وإهدار الطاقات العاملة، ومنها أيضاً كثرة حوادث السرقة والقتل وغيرهما من الجرائم. وقد أظهرت الدراسات في بعض الدول أن نسبة 70% من المسجونين كانوا ممن يتعاطون المخدرات قبل دخول السجن، إلى غير ذلك من الأضرار والأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات وترويجها. وهذا أمر يقودنا إلى البحث عن أسباب الوقوع في لوثة المخدرات. فمن تلك الأسباب القدوة السيئة من الأصحاب والزملاء، ومن الأسباب أيضاً إدمان أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة، ومن أسبابها أيضاً التفكك الأسري وانفصال الأب عن الأم فيضيع الأولاد، ومنها أيضاً إهمال الوالدين لأبنائهم وبناتهم، ومن الأسباب أيضاً الفراق والبطالة والسفر للخارج دون رقابة وضعف الوازع الديني، ومن الأسباب أيضاً العزلة واضطراب الشخصية، وكذلك المغامرة وحب الاستطلاع دون النظر في العواقب، ومنها أيضاً العداوة والتشفي بالانتقام والعياذ بالله. ومن أسباب الوقوع في المخدرات أيضاً المشاكل النفسية بسبب ضعف التحصيل الدراسي مثلاً، أو بسبب الفصل من الوظيفة، أو غير ذلك من الأسباب. فهذه أهم أسباب الوقوع في وبال المخدرات ومستنقع المسكرات والعياذ بالله. ومن ثم فلا بد من معرفة طرق الوقاية من شرها وسبيل المحافظة على أنفسنا وأهلينا ومجتمعاتنا من خطرها. ومن تلك الطرق أولاً المحافظة على الصلوات المفروضة وسائر الواجبات الشرعية، والبعد عن المعاصي والذنوب، فإن الذنب يجر إلى ذنب آخر.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه، يحفظك الله، يحفظك الله من الشرور ومن الآفات، ويصونك من مكاره الدنيا والآخرة. ثانياً الدعاء والالتجاء إلى الحفيظ العليم البر الرحيم بأن يقيك ويقي أولادك وأهلك شر المخدرات، وكذلك المحافظة على الحصن المنيع للمسلم من الأذكار وأدعية الصباح والمساء. ثالثاً الابتعاد عن أصدقاء السوء وأعوان الشر، فإنهم يزينون للإنسان المنكرات ويمدحونها له، فيقولون عن المخدر بأنه ينشط الذهن ويقوي العزيمة ويجعل الرجل شهماً شجاعاً قوياً ونحو ذلك من العبارات والدعاوى الموهومة تزييناً منهم للشر والعياذ بالله تعالى. فعلى المسلم ألا يرافق إلا الرجل الصالح الذي يعينه على الخير ويدله على ما ينفعه في دينه وفي دنياه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمناً. رابعاً على الوالدين مسؤولية كبيرة في توعية أبنائهم وبناتهم من خطر المخدرات وغيرها من المضرات، وذلك بتعزيز الوازع الديني عندهم، وعلى الأب أن يكون قريباً من أولاده يسمع منهم ويستمع لمشكلاتهم ويعطيهم الثقة في أنفسهم ويشجعهم على فعل الخير واجتناب الشر. خامساً متابعة الآباء والمربين والمدرسين وسائر المسؤولين لأبنائهم الطلاب في تحصيلهم العلمي والتعرف على سبب ضعف المستوى التحصيلي لديهم إذا وجد ذلك، وكذلك التعرف على من يصاحبون، التعرف على صحبتهم ورفقاء أولادهم من أقارب أو زملاء أو جيران أو غير ذلك، فإن الصاحب ساحب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع في على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث متفق عليه. سادساً تخصيص أوقات للخروج مع الأسرة في نزهة أو سفر أو أداء عبادة كالعمرة، وتعويدهم العادات الحسنة كصلة الأقارب وغير ذلك من العوائد الطيبة. سابعاً إشغال وقت الفراغ بما يفيد الإنسان في دينه أو دنياه، وممارسة الهوايات المحببة النافعة أو ممارسة الرياضة أو غير ذلك مما يملأ وقت فراغه ومما يعود عليه بالخير ويصرفه عن الشر. وذلك أن النفس البشرية إذا لم تشتغل بالشيء النافع فإنها تشتغل بالشيء
الضار. وقد قال الله سبحانه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ثامناً، توعية المجتمع والمساهمة بنشر ذلك، أعني توعية الناس بأضرار المخدرات وأخطارها وكوارثها وطرق الحماية منها للفرد وللأسرة وللمدرسة وسائر المرافق العامة والخاصة، والإبلاغ عمن يروج المخدرات أو يدعو إليها، وكذلك المشاركة في الحملات التوعوية طلباً للثواب ونشراً للخير في الأمة. وقد قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جعلني الله وإياكم ممن يعين ويعان على البر والتقوى، وممن لا يعين ولا يعان على الإثم والعدوان. اللهم يا بر يا رحيم يا رحمن يا كريم، أسألك يا الله أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وبناتنا وأهلينا والمسلمين والمسلمات من كل شر ومن كل ذي شر، وأصلحنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتقبل صالح أعمالنا، واجعلنا يا ربنا ممن طال عمره وحسن عمله، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، ونجنا من عذاب جهنم وعذاب القبر، واكتب لنا السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا، وعافي مبتلانا، وارحم موتانا أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.